أعتقد أن ثمة سخاء وكرم عالمي بشأن الأوضاع في سوريا، وهذا أمر مهم لأنه ما شهدناه العام الماضي هو الكثير من الاهتمام بالأوضاع في أوكرانيا، وأحيانا سجلنا ربما اهتمام أقل بشأن الاستجابة للأوضاع في سوريا وأفغانستان وأفريقيا. ومن المهم حشد المجتمع الدولي في هذه الظروف حتى لا يتم تجاهل احتياجات أشخاص هم في أمس الحاجة إليها عندما تغيب وسائل الإعلام عنه. وما يحدث الآن هو أننا نستطيع أن نسلط الضوء على الحاجة للاستثمار في الحفاظ على أنظمة المياه الصالحة للشرب وشبكات الكهرباء والقطاع الصحي في الحالة جيدة للملايين من السوريين، وهذه فرصة لإعادة توجيه هذا النداء وللقول أن هذا مع من عليه خلال السنوات الماضية. هناك حاجة للمزيد لأننا نرى أن الكثير من الأنظمة هي على حافة الانهيار. هذا على المستوى العام، يعني المنظور العام لكيفية إنقاذ السكان في سوريا، المواطنين السوريين.